التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بحفظ الله ورعايته الشوط السادس عشر في أشواط صباح هذا اليوم في ضمن أشواط الانتاجي والمنتجين. نذكر بانطلاقة المسافة الساعة الواحدة والنص من بعد ظهري هذا اليوم لقايا هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقة في هذه التحديات الجميلة. نسير مع هذا الشوط وهو يحمل الأبكار، يحمل كذلك أول جعدان الحقائق في طياته مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات. تتقدمهن وتقودهن بعد الانطلاق تواقة حمد بن سيف بن تميم الاكتبي ياتي بالمركز الاول او تواق في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. المركز الثاني النزاح ياتي في المركز الثاني محمد بن سالم بن دري الفلاحي على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز يتقدم الوسمي حميد بن محمد بن حمود الدرعي في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع على المركز الثالث. المركز الرابع هذا مشوش منصور بن سلطان بن حمد الشبلياتي في المركز الرابع. المركز الخامس اشوف الانطلاق هذا هو الصيرمي سالم بن محمد بن علي بن خميس العمري. المركز السادس من وصل فيه في هذه اللحظات الطايش حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز السابع شوف اللي وصل مرسال محمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي. المركز الثامن هناك مشاهدي العزاء اللي وصل في هذه اللحظات مشغل محمود بن حميد بن سالم اليحافي. والمركز التاسع الغزال محمد بن سالم بن محمد العفاري. والمركز العاشر وينه؟ المركز العاشر مشاهدي العزاء هذا هو شاهين يتواجد ومالك شاهين حميد بن محمد بن سالم العفاري ياتي في هذه الانطلاقات العشر المراكز الاولى في هذا الشوط. شوطنا السادس عشر في الجعدان الحقائق الانتاج في ميدان دستور. نعود مع شاشة دبي ريسنج للنقل الحي والمباشر ونعود مع مرسال اللي يقود الشوط اللي يتحدى المنطلقين. مرسال محمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي على المركز الاول يسيطر ولكن المنافسات واردة، التحديات واردة. اشوف من الجانب الاخر اللي تقدم مشغل محمود بن حميد بن سالم اليحافي على المركز الثاني غير الى المقدمة. وهناك ايضا يتواجد الوسمي حميد بن محمد بن حمود الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع شوف اسم جديد، شوف اللي وصل هباش حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري ووصل ارسال راشد بن كاسب المسافري. وهناك الشاعر غدير بن سعيد بن غدير بقول رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير يتقدم في هذه اللحظات مع مسكت في هذا الاندفاع. ولكن عوده مع الاثنين مع المراكز الاولى وهذا هو هباش وسلالتي هباش حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري واهل الخزنة. اهل الخزنة يحتفلون بالسلامات والشاعر شعاره على المركز الثاني غدير بن سعيد الاكتبي مع مسكت وبقول رشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. ولكن خلاص تهانينا والناموس وسلاماتنا لاهالي الخزنة مع هباش حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري على المركز الاول. المركز الثاني من وصل فيه مسكت لرشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي. والمركز الثالث وصل فيه ارسال راشد بن كاسب المسافري. والمركز الرابع من وصل فيه لمحمد بن حميد او شاهين ناصر بن سالم بن علي المسعودي حل في المركز الرابع. والخامس المركز الخامس من وصل في البطين لعمر بن محمد بن عبيد الكعبي. هذه النتيجة
مشاهدي العزاء نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط الذي انتهى وقدم هذا الأداء الجميل والرائع اللي تقدم هباش. هباش هذا هو على الشاشة مع مخرجنا يقدم هذا الأداء الجميل. توقيته 4:32 5 جزاء من الثانية. تهانينا لمالكي هباش حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني 4:33 3 جزاء من الثانية الذي قدم مسكت اللي هو رشيد بن غدير بن سعيد الكتبي على المركز الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث 4:34 1/4 من الثانية من أتاف. المركز الثالث إرسال لراشد بن كاسب بن خليفة المسافري. تهانينا والناموس للجميع.